بتعاملنا كده ليه؟ عمالة أبو أناء أحلى مسا من عم راشد. عمالة كده ليه؟ عمالة تيجي فينا على إيه؟ تنبحينا من غير عيش أبو أناء. حرام عليك يا عايزة إيه؟ دنيا عيب ما تزودهاش. يا ريحينا ما بتعبناش. دنيا عيب ما تزودهاش. ريحينا ما بتعبناش. أرخص هفتون هاي. أنا جاي عشان أرقص معاك. وأنا لما أحب أرقص أرقص مع معلم مش متعلم. فريدي وشك. أنا قلت لك عايزة فرح أتضايق عشان ما أشوفش الأشكال دي. أنا طالعة. أنت يا بت بت يا عسلية. أنت يا بت أنا بكلمك ردي عليا. أنت بت خلاص يا فطن انا بتلكك. خلي الليله دي تعدي. لا في حد يا اختي ضايقك قولي لي وانا اطردهولك عشان تنبسطي وتعيشي ليلتك. انا عايزه الليله دي تنفض. ايه يا عسليه؟ هو الفرح خلص يا اختي ولا ايه؟ لا يا اختي ما خلصش. خشي جوه الجاتوه والحاجه الساعة موجودين. يا جماعه كنتوا سي ورقه ايه؟ عايزه تقولي ايه؟ يبقى ليك يا اختي. يور سيرفنت. اتفضلوا يا اختي اتفضلوا. سالي فعلا. ايه ده؟ انا مش هينفع احضر الفرح انا لازم امشي. كريم ما انا بقى يلا يلا. بس هو انا عايز اسال سؤال. هي اسمها عسليه ولا سالي عشان هما بيقولوا لها عسليه؟ طب يلا يلا. وبعدين بقى يا بنتي فكي وشك حرام عليكي. ايه ده فريدي سحنتك بقى؟ ده منظر عروسه ده؟ ده انت ولا اللي رايحه تقابل عشماوي. حكي يا ستي مثلي. ما تسكتي بقى يا غن. الله ما انت شايفه جوزها اللي ممدود شبرين. مش دعوه بيها. ما تتريقيش على اختي فاهمه؟ وانت يا حبيبتي ما تخافيش وزي ما قلت لك بالظبط انت تعوزي وهو ينفذ. حستك عينك تعملي حاجه انت مش عايزاها فاهمه؟ يا اختي اهو جاي. يلا يا اختي يلا يلا. وهو بالمرة نلحق كمان نجيب بطاقتي وتودي للراجل فستان. طيب يلا. مساء الورد. ازيك يا عريس؟ زي الفل. عبالك عبالك. الله يخليك يا اخويا. النبي امان عليك. البت البت بعناية. واحدة واحدة عليها يا اخويا. الله يرضى عليك. يلا يلا مع السلامة. طرقوني. مع السلامة يا اخويا. يلا يلا. انت بتتزوق على ايه؟ انا جايه لكم بكره الصبح. يا ويلا يلا بقى. ما تنساش تقفل الشبابيك يا مفضوح. يلا يا يا اختون فضحتينا. مبروك يا حلوة الحلوين كلهم. عسلي عسلي تعالي تعالي خايفة ليه منك؟ ما تخافيش. ايه مالك خايفة ليه؟ تاكلك؟
الليلة دي أسعد ليلة في حياتي. أنا عارف إن أنت ممكن تكوني مش مبسوطة، وأنا بحس وبفهم برضو زي ما أنت متخيلة. أنت عسلية، حاجة كبيرة أوي عندي، كتير أوي عليا. أنا عمري ما تمنيت من ربنا حاجة قد ما تمنيتك. أنا من النهاردة مش هزعلك، هعمل لك كل اللي انت عايزاه، طلباتك أوامر هتتنفس. لو طلبت لبن العصفور هجيبهولك. أنا بقالي 20 سنة لا حد حبني ولا حد خاف عليا. آخر إيد طبطبت عليا كانت إيد أمي الله يرحمها. ساعتها نسيت معنى الدفن، نسيت معنى الحنية، نسيت إن أنا بني آدم أصلا. أنا مش وحش يا عسلية، أنا مش وحش، عارفة؟ أنا دلوقتي أخش أحضر لك العشاء، عارفة ليه؟ عشان أفضل طول عمري أقول لكل الناس إن في ليلة دخلتي حضرت العشاء لمراتي. عشان أنا اتجوزت أحلى ست في الدنيا، عسلية. لولوز لولوز اختك على الباب، مفتاح لها عشان انام، مفتاح لها بعد كده تعالي نامي. يلا يلا حبيبتي، يلا يلا. بقول لك ايه، ما تنفضي لها؟ لا ما صحش اسيبها واقفه على الباب كده. نفضي لها، ما تقف شويه، لازم افتح لها. اللي يشوفك امبارح وانت خايفه ومرعوبه ودمك هربان ما يشوفكيش النهارده وانت منوره وزي القمر. بنت انت كويسه؟ طبعا فيري نايس. ما انت شايفه جمالها، ما احنا سيبناها امبارح عسليه رجعنا لقيناها برطمان مربى. تهدي يا اختي انت وهي بتغنوا وتردوا على بعض. انت مش هتضيفينا ولا ايه يا بنت؟ ما تقومي تعملي لنا بقى شاي. بس بس اقعدي يا عسليه، في ايه؟ اللي عايز حاجه يقوم يعملها، المطبخ جوه عندكم، احنا قاعدين في بيتك يا فتون. هو انا جوزتها لمحامي ولا ايه دافع عنها؟ بس بس انتوا هتتخانقوا ولا ايه؟ قولي لي بس السكر والشاي فين وانا اعمل لكم احلى كوبايتين شاي. خليك انت، انا هقوم اعمل الشاي يا راشد. معلش بقى يا عروسه. ماشي. انت بداتها بمعلش، امال السنه الجايه هتقول ايه؟ هنيجي نجيبه من فوق الدولاب. ما تجيش في انت وهي. بقول لك ايه؟
معكش سيجاره استباحه كده من بتوع فرح امبارح؟ لا سيجاره ايه، انا بطلت خلاص. يا راجل ده انت امبارح كنت تولع الحجر تولع منه سيجاره تطفيها تشتغل خوابير. انت هتعمل توبت عليا ولا مكمر الحشيش عشان تبيعه وتاخد فلوس؟ بس 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 البكابورد اللي اتفتح ده، خد يا اختي السيجاره اتفضلي. ايوه كده رجاله ما تجيش الا بالسك.